بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المستوى الثالث كيمياء مايكرو كيمياء، أهلا بيكم في محاضرتنا الثانية على الإنترنت لمقرر المايكولوجي. النهاردة هناخد مجموعة مهمة وجميلة أوي من الفطريات، وبداية مجموعة أخرى أهم إن شاء الله. هنبدأ بمجموعة الزايجومايكوتينا أو الزايجومايسيتس، ومن اسمها زي ما قلنا قبل كده إن أحد التكاثر الجنسي في الفطريات هو تكوين الزايجوت او الزايجوسبور، وهو ده ما يميز هذه المجموعه. زي ما هنشوف دلوقتي، الزايجومايكوتينا موجوده في السويل والدنج اللي هو المخلفات اللي بعض الحيوانات بتعيش عليها. هي غالبا تبقى سابروفايتس، منها جناس بارازايتس لكن الاساس فيها سابروفايتس. فيها حوالي 1000 فانجل سبيشيز للزايجوميكوتينا. الفيجيتيف سوماتيك بادي از هابلويد، و السلس از جوجوالي مايسيليال. الهايفا كونوسايتيك زي ما احنا لسه ما فيش سبتيشن، زي بالظبط اللي كان موجود في الاومايسيتس. والسيل وول بيتكون من الكايتين والكايتوزان. السكشوال ريبرودكشن بيبقى بنون موتايل يونيسيلد سبورانجيو سبورز اون يوني اور مالتي سبورد سبورانجيا، او حاجه بنسميها الميرو سبورانجيا. السبورانجيا اللي فيها عدد كبير قوي من الجراثيم، والميرو سبورانجيا بيبقى فيها عدد اقل. ان اديشن برضو ممكن تتكاثر بالارثرو سبورز والكلاميدو سبورز و بعض انواع من الزايجومايكوتينا ممكن تعمل لي ييست سيلز اللي احنا اتفقنا اللي هي الدايمورفيزم في بعض الفطريات. ادي الشكل اهو، ادي شكل السبورانجيو سبور والسبورانجيا، ودي بيبقى الكوليوميلا وده الاوتر ممبرين. ده بيحصل يعني مع الرايبرنج دي بتضغط اكتر والكيس ده بينفجر والبلانوسبورز دي بتطير. ده الشكل تاني من السبورانجيا اللي هي الميروسبورانجيا، بتبقى عدد الجراثيم فيها اقل وبتبقى منتشره السطح كده، نشوفها من بعيد شكلها زي الاسبرجلس لكن هي مش اسبرجلس طبعا، زي جناس في الكارينج هاميلا والحاجات دي. السبورز بتنتشر باسيفلي باي وايند رينز انيمالز. الفلاجيليتد سبورز والجامتس ابسنت تماما في هذه المجموعه، ما عندناش خالص اي فلاجيليتد سبورز اور جامتس، ودي معلومه مهمه بتيجي كتير قوي صح وغلط. السكشوال ريدكشن بيحصل بعمليه الفيوشن اوف تو مالتي نيوكليتد ايزوجاميتانجيا اور ان ايزوجاميتانجيا. بقول لك ايزوجاميتانجيا اللي هي الاثنين بيبقوا شكل بعض، والانايزو الاثنين مختلفين عن بعض عشان تطلع لي الزايجوسبور، والزايجوسبور اللي بيحصل فيه ديفيجن بعد كده ويكون لي السبورز بهذا الشكل. اللي احنا بناخد تو كلاسز اللي هي ترايكومايسيتس والزايجومايسيتس. احنا هنركز اكتر على الزايجومايسيتس، واللي احنا معظمها هيز سابروبيك، او كلمه سابروفايتس دي ما بقتش مقبوله قوي علشان كلمه الفايتس، فاحنا بنختصرها بكلمه سابروبيك افضل. وبتعمل لي مشاكل كتيره قوي على معظم المنتجات الاورجانيك والمحاصيل زي الرايزو بس والميوكر، واحنا عندنا في 3 اورترز اللي هي الميوكوراليس والانتو موثوراليس وزو بجالس. احنا هندرس بس مثال واحد من الميوكوراليس، وهندرس مثلا مثال شهير هو فطر الرايزوبس اللي هو فطر عفن الخبز، واحد من الموست كومن ممبرز. والفيجيتيف سالاس ايو كاربنج برانشنج كونوسايتيك مالتي نيوكليتد اند اسيبتيتد مايسيليا اند هابلويد طبعا. الريزوبس سبيشيز از ديفرنشيتد انتو 3 ديفرنت بارتس، 3 ديفرنت بارتس عشان نفهمهم برضو، هنشوف الشكل اهو عشان تبقوا اقرب. انا عندي في حاجه اسمها الريزويدز اهي، في السبورانجيوفور، وفي هنا ده هو بقى اللي ماشي ما بين كل نود كده بنسميه الستولين. يبقى النود طالع من اللي تحت رايزويدز اللي هي اشبال الجذور، وطالعه من فوق عامله لي سبورانجيوفور شايله فوق السبورانجيا، وما بين كل دي بنسميها نود، ونود حاجه اسمها الستول
زي الرقد كده ويديني نوت تانية. وده اللي بيفصل عاملين عارفين لو انتوا مدرسة في النبات اللي هي الأعشاب الجارية، انها بتدي لي نوت وتمتد، اللي بيعملوا بها الأرضية بتاع ملاعب الكرة لأنها بتمشي لمسافات طويلة قوي وبتنتشر بسرعة. يبقى أنا عندي جرثومة واحدة تلاقي فرشت على المكان كله لأنها بتدي نود ثم رقد ثم نود ثم رقد وهكذا وبتنتشر بهذا الشكل. يبقى أنا عندي الستولنز اللي هي المايسيليا ديفلوبد أبوف أريا فوق السبستراتا بنسميها الستولنز. رايزويدز الستولن نفسها بتدي رايزويدز ان كلاسترز فروم بلو انتو سبستراتم، تنزل جوه السبستراتم او الحاجه اللي بتنمو عليها، وبتديني فوق السبرانجيو فورز، والسبرانجيو فورز على التيب بتاعها بتحمل السبرانجيو سبو السبرانجيا او السبرانجيوم اللي جواها السبرانجيو سبورز. ادي الشكل اهو، ده شكل السبرانجيا اهو، وده الادا الكوليوميلا زي ما قلت لكم، وده الجراثيم اللي بتنتشر بعد كده غالبا بالواين. اللايف سايكل بتاعت الرايز بس يا اما عندنا تو لايف سايكلز، ناخد الرسمه عشان حضرتك تفهموا الكلام اللي الظريف ده اهو. تعالوا خلي بالكم بصوا الرسمه دي وتخيلوها شويه وهنرجع لها تاني دلوقتي. انا عندي اللايف سايكل بتاعتها بتاعت الرايز بس بالبساطه اللذيذه دي. ادي سبور، السبور بتنبت هنا اسيبتت مايسيليا اهو، المايسيليا بتعمل لي النودز اللي هي فيها الرايزوتس، وبعدين بتطلع لي سبورانجيو فور، وفوق السبورانجيا اللي فيها السبورز اتكونت بالميتوتيك ديفيجن، وبترجع تاني تفتح وتدي السبورز وتكمل دوره الحياه بالشكل ده، ان يعني في دوره حياه اسيكشوال بانتاج السبورانجيو سبور. لكن اللي بيحصل في حاجه طريفه تانيه، انه ممكن يحصل تو مايسيليا من فطرين مختلفين يحصل بينهم ماتنج ويكونوا مختلفين وراثيا. الماتنج اهو اهي ادي كانها الميل وده الفيميل، وبيحصل فيها مراحل التكاثر الجنسي اللي هي البلازموجامي والكاريموجامي والمايوزيس. تعالوا بصوا كده اهو، يبقى ادي مرحله الماتنج الاوليه، وبعد كده يحصل عمليه فيوشن بين الجزئين ويتكون سبتم حوالين الجزء الفيوزد اللي بتحصل فيه مراحل البلازموجامي والكاريوجامي ثم المايوزس عشان يديني اللي هو الزيجوسبور. الزيجوسبور ده اللي بينبت ويديني سبورانجيا جواها الجراثيم الناتجه عن التكاثر الجنسي اللي برضو بتكمل دوره حياتها يا اما تكمل في الاسكشوال او السكشوال بعد كده. ده الكلام اللي بيشرح القصه البسيطه. تعالوا نشوف الصوره دي، ادي الجزء اللي انا قلت لحضراتكم عليه، ان انا لما حطيت فطر هنا وفطر هنا، المنطقه اللي حصل فيها اهو، ادي المنطقه اللي حصل فيها الماتنج اللي احنا اتكلمنا عليه وحصل فيها كل مراحل التكاثر ونتج عنه اهو الخط الاسود ده، هو عباره عن مئات من السبورانجيو الزيجوسبور اللي نبتت وادتني سبورانجيو سبور بهذا الشكل. مسألة بسيطة وسهلة، انتم ما تقروا الكلام في المذكرة تلاقوا الكلام بسيط قوي. احنا هناخد مثال واحد، يبقى انت يهمني في المجموعة دي الصفات العامة للزايجومايسيتس، ازاي تقدر تقارن بينها وبين الاوومايسيتس، ثم دورة الحياة الخاصة بالرايزوس، بس ده المطلوب منك في الزايجومايسيتس. هتنتقل لمجموعة تانية مهمة جدا، وهي من اكثر المجموعات الفطرية تواجدا وانتشارا، هي الشهيرة جدا الاسكومايسيس. الاسكومايسيس نشوف الصورة الجميلة دي اتحطت على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك، وكان الشكل ده انتوا شايفين الضفدعة دي، الضفدعة دي في ستراكشر وعامل زي الوردة، دي مش وردة يا جماعة، دي جسم سمري لفطر اسكي من مجموعة الاسكومايسيس. كلمة الاسكومايسيس زي ما قلت لحضراتكم جاية من الفطريات التي تتكاثر جنسيا بتكوين اكياس زقية، تسمى اكياس زقيه او اسكو اسكس او اسكو سبورز. كل دي لها باسماء بالعربي، اب كيسي او زقي او اسكي، كل دي مسميات واحده. الاسكو مايكوتا مجموعه ضخمه جدا فيها اكتر من 32 الف سبيشيز و 3400 جنرا، ده لغايه 2001 الرقم بيزيد طبعا. موجوده تقريبا في everywhere، في الميه، في السويل، في اماكن، في كل محيطنا الحيوي بنلاقي اسكومايسيس. المايسيليا بتاعتها بقى خلي بالك بقى ان المايسيليا هنا بدات تبقى سبتيت، و في غالبا بتبقى هوموكاريوتيك، يعني الاول نيوكلاين جيفن مايسيليا ار جنريتد ايدنتيكال اللي هي مثل الهوموكاريوتيك،
وبعدها بيبقى هيتيروكاريوتك. هيتيروكاريوتك يعني الميسيليا الموجوده في النيوكليوي احيانا ما بتبقاش ايدنتيكال في الهيتيروكاريوتك. و انه بيحصل حاجه بنسميها، خلي بالكم مفهوم جميل قوي في الفطريات، اسمها الاناستوموزس. الاناستوموزس معناه انه سيتوبلازميك فيوجن ما بين الفيجيتيف هايف، يعني ممكن تو فيجيتيف هايف يحصل لهم سيتوبلازميك فيوجن، وده اللي بيخلق لي ما يسمى بالهيتيرو كاريوتيك. يبقى الاصل هي هوموكاريوتيك، انه التو نيوكليي الموجودين في الميسيليا هما جينيتيكالي ايدنتيكال، لكن في انواع هيتيروكاريوتيك بتنتج عن الاناستوموزيس اللي هو عباره عن سيتوبلازميك فيوشن اوف فيجيتيف هايفا من تو اوريجنز مختلفين او نون ايدنتيكال. الاسيكشوال لايف سايكل بتاع الاسكومايسيتس بتبقى يا اما سيكشوال لايف سايكل يا اما هوموثاليك او هيتيروثاليك، وهنشوف ازاي الفكره. في السيكشوال لايف سايكل عندي ثلاثه مين تايبس، اللي هو جاميتانجي وجاميتانجي وجامي، اللي هو الفيوشن بتوين ديفرنشيتد جاميتانجيا، او جاميتو جاميتانجي وجامي، اللي هو الفيوشن تيكس بليس بتوين سمول يونيسيلولار ميل جاميت اللي هي بنسميه السبرماتيوم، وديفرنشيتد فيميل جاميتانجيا اللي هو الاسكوجونا، او سوماتوجامي اللي هو الفيوشن تيكس بليس بتوين اندفرنشيتد هايفي اللي هو سوماتوجامي زي فكره الاناستوموزس كده. في عندها قدره تانية الفطريات دي انها تعمل حاجه ما يسمى بالبارا سيكشوال ريبرودكشن. احنا عندنا الاسيكشوال والبارا والسيكشوال، لكن في حاجه جديده اسمها البارا سيكشوال. في البارا سيكشوال انت بتحصل كل المراحل من البلازموجامي والكاريوجامي، لكن الميوزس ما بيحصلش. و instead of meiosis بيحصل hybridization للنواة اللي اتكونت بعد الكاريوجامي، وبيحصل من خلالها successive flows of chromosome during mitotic division. بيحصل mitotic division، لكن أثناء الميتوتيك division ده بيحصل حاجة اسمها hybridization، من خلالها بنفقد كروموزوم وبالتالي ما بنحتاجش إلى الميو، يعني بنحصل على نفس نتيجة الميوزس بس بالميتوزس وعن طريق hybridization. دي صور جميلة للأجسام السبرية. لا احنا خلي بالكم ان احنا الفطر دي بتطلع ما يسمى بالاسكوكارب، انتوا المفروض خدتوه في العملي او بتاخدوا الشرايح بتاعته. ادي الاشكال السمرية الجميلة اهو، ده الشكل السمري يا جماعة. يعني هي الفطر لما كون اللي جوه دي الجراثيم الاسكيلة، هناخد تكون ازاي في كيس، والكيس ده جوه ثمرة. شوف الثمرة دي مكبرة طبعا، اللي عاملة زي ثمره جوز الهند دي. دي عباره عن جسم سمري قاروري. لو احنا دي الصوره بتاعت الميكروسكوب، وده لو خدنا فيها قطعه، وده لو رسمناها بالشكل ده اهو. ادي الاكياس اللي جواها الجراثيم اللي كونت بتكاثر جنسي هنشوفها دلوقتي، وادي بارافيسز، وادي بقيه الخلايا والخيوط المكونه، وادي الفتحه بتاعت الجسم السمري ده. ادي اهو، ادي الكيس الزقي. جميل خالص وجميل، شوفوا الاشكال الجميله. غالبا في 8 2 4 6 8 من الجراثيم الاسكيه. ادي الثلاث اشكال الاساسيين للاجسام السمريه اللي تكوين الاسكوكارب، اللي تكوين الاسكس بيبقى فيها المهم سبب الاسكوكارب او الجسم السمري اهو. يا اما يبقى ابوسيسيوم اللي هو الجسم الطبقي ده، يا بيريسيسيوم الجسم اللي هو القاروري، يا كليستوسيسيوم اللي هو الجسم الكرب. يا اما تبقى هاميه كده زي اللي شفناها في الاول اللي فيها الضفدع ده من شكل الابوسيسيوم، يا اما بيرسيسيوم زي اللي شفناها من شويه اللي عامله زي جوزه الهند، يا اما تبقى كوره مصمطه كده ونقطعها كده عشان نشوفها زي عامله زي البطيخه الصغيره كده، ده اللي هو الكليستو سيسيوم. ادي شكل اهو متصور اهو، ده شكل طب تعالوا ايه اللي بيحصل بقى عشان الاسكس ده، مهم جدا القصه دي. ادي يا جماعه الاسكس اتكون اهو، ادي جرثومه نبتت وجرثومه الاثنين مختلفين، ادي اسكوجونيوم انثريديوم وادي اسكوجونيوم، وحصل بينهم مراحل التكاثر الجنسي وكونت لي في النهايه ادي الجراثيم الاسكيه. يعني دي البدايه هنا وحصل التزاوج في المراحل دي واداني في النهايه الكيس ده. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم بالطريقه دي. بصوا للرسمه كده، تاملوها شويه وبعدين نتكلم فيها. بصوا كده، حد فاهم حاجه؟ ركزوا في الصوره. واضحه؟ واضحة وجميلة خالص. اهي جميل. تعالوا بقى، ادي انثريديوم وادي اسكوجونيوم اهو. الاثنين يحصل بينهم ماتنج. لما بيحصل ماتنج ادي الجراثيم بتاع الانثريديوم او الانوية دخلت فين؟ جوه الاسكوجونيوم.
طب الاسكوجونيا عملت ايه؟ راحت مطلعه لي حاجه اسمها الاسكوجينس هايفي. الاسكوجينس هايفي يعني الخيط اللي هيولد لي اسكس بعد كده. اسكس بعد كده. طب هو الخيط ده عباره عن ايه؟ عباره عن خيط مقسم، كل خليه فيه فيها نواتين، نواه من الانثريديا ونواه من الاسكوجون. طب تعالوا ناخد واحد منهم كده ونشوف ايه اللي بيحصل له. تعال نيجي للخليه الطرفيه، بيحصل فيها حاجه غريبه قوي، انها تتلف حوالين نفسها وتعمل هوكت سيل. هوك سيل يعني عامله زي الهوك، زي الخطاف او السمار، ويحصل فيها انقسام ميتوتيك ديفيجن عادي خالص، كل نواه تبقى اتنين. ولما كل نواه تبقى اتنين يحصل حاجه اسمها سيبتيشن. السيبتيشن يعمل سيبتم على نواه والسيبتم على النواه التانيه، وتفضل الخليه الطرفيه دي فيها اللي هي الاسكس ماذر سيل، فيها التو نيوكلياي، واحد اللي جاي من الميل وواحد اللي جاي من الفيميل. يحصل هنا بدايه بقى التكاثر الجنسي، ان يحصل هنا الكاريوجامي. لما يحصل الكاريوجامي يحصل تكون الزيجوت اللي هو 2 ان ان، وتحصل فيه مايوزيس، انقسام مايوزي ديفيجن لواحد، ثم يحصل مايوزيس ديفيجن تاني، ثم بعد كده ميتوتيك ديفيجن، تتكون الى 8 انويه. هذه الثمان انويه تحاط بسيتوبلازم وغلاف، وتكون لي الكيس اللي جواه الثمان جراثيم اللي بتكون بهذا الشكل. طبعا دي اكياس كتيره بتتكون، هذه الاكياس بتتكون داخل الجسم، الاجسام السماريه اللي حضراتكم شفناها قبل كده. اهو ادي منظر تاني بيوضح لي المراحل اللي تكون بيها الاسكس بهذا الشكل. الموضوع ده بيجرينا لحاجه مهمه، اسف، الحاجه الموضوع ده بيجرينا لحاجه مهمه حضراتكم، اللي هو انه طالما انا عندي جسم سمري وشكل من التكاثر الجنسي في الفطريات، بيقول لنا ان انا عندي حاجه بنسميها الهورومورف والانامورف والتيليمورف. ركزوا في الحته دي. كلمه الانامورف، خلي بالكم لما هناخد بعد كده التكاثر في مجموعات الاسكومايسيتس، عندها طريقتين للتكاثر. التكاثر يا اما تكاثر لا جنسي بتكوين كونيديات عاديه، او تتكاثر بتكوين الاسكس باشكاله المختلفه، سواء في جسم سامري او بعض الانواع بتكون اسكس عاري، لكن يعني انها بتكون اسكس بور، يعني بتتكاثر جنسيا ولا جنسيا. الفطر الذي يتكاثر لا جنسيا فقط ونرى منه هذا التكاثر فقط بنسميه الانامورف. تمام؟ طب الفطر اللي بيتكاثر جنسيا فقط بنسميه تيليومورف، بمعنى ان فطر زي الاسبرجيلاس نيدولانس مثلا، الاسبرجيلاس نيدولانس انا بشوفه بيطلع كونيديا عادي، انا شايف الكونيديا بس بسميه اسبرجيلاس نيدولانس، لكن في مره الاقي الاسبرجيلاس نيدولانس نفسه يطلع لي كليستوسيسيا، اجسام سامريه. وفي في 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 الحاله دي بيبقى له اسم تاني اللي هو التيليومورف بتاع الاسبرجيلاس نيدولانس، اللي هو الاميرسيلا نيدولانس. تمام؟ وبالتالي ده الشكل ده له اسم، اللي هو الانامورف اللي بيظهر لي شكل التكاثر اللاجنسي بتاعه، والتيليومورف اللي بيظهر لي شكل الجنسي بتاعه. طب هل الفطر ممكن يعمل لي الاثنين والاقي في المزرعه الواحده للفطر بيطلع لي كونيديات فوق وعامل لي كريستوسيس صحي؟ اه، ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه الهولومورف. يبقى الهولومورف هو عباره عن الانامورف، صوره التكاثر اللاجنسي، مع التيليومورف اللي هو التكاثر الجنسي. يبقى الاقي واحد منهم بس، او الاقي الاثنين في الواحد بس في حاله التكاثر اللا جنسي بنسميه الانامورف، الواحد بس في حاله التكاثر الجنسي بنسميه التيليومورف، الاثنين مع بعض بنسميه الهولومورف. كفايه عليكم كده النهارده، نذاكر لحد الكلام ده في المذكره ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه القادمه، وبالتوفيق دايما ونراكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين.